هذه هي واجهة هذا الموقع. كما ترى المدفوعات 899، كما ترى أخي في اليوم لقد تسجل 755 إجمالي الأعضاء في الموقع 3503. نمر إلى طريقة التسجيل، تضغط هنا على استمارة التسجيل، تكتب هنا يا أخي، نمسح هذا هنا لكي أريكم. تكتب هنا يا أخي اسم المستخدم، هنا البريد الإلكتروني، ثم تضع كلمة المرور، ثم تجيب على كباتسا، ثم تضغط على الاشتراك في هذا الموقع يا أخي بدون تفعيل في الحساب. أجل الآن سأدخل إلى حسابي. كما ترى يا أخي بعدما تسجل وتدخل إلى الموقع، هذه الواجهة، ثم أنه يعطيك هدية 10 روبل، تقوم بالتعدين لك يا أخي كما ترى هنا. وإدارة مضاعفة أرباحك، تقوم بالإيداع في الموقع، أنا أعمل روتيني كما ترى، ويمكنك جمع هذه الأرباح كل 10 دقائق، وتضغط على الشراء إذا أردت أن تشتري أي سيارة هنا. فهذه السيارة تقريبا ب10 روبل، تعطيك في اليوم 0.08 كما ترى يا أخي. وهنا إذا أردت مضاعفة أرباحك هنا، الضغط على الإعلانات يا أخي، نضغط على إعلان، نريكم طريقة العمل كما ترى، نضغط عليه هكذا بسرعة. بعد مرور يا أخي 40 ثانية، ينبثق لنا أحد الغابات لكي نجيب عنها كما ترى هذه، ننتظر قليلا لحظة. بعد مرور هذه الثواني يا أخي، ننتظر 3 ثواني ثم نجيب على هذه الكاباتشا، كما يعطينا 5، نضغط على 5 كما ترى، لقد أعطانا بعض الروبل. نعم يا أخي، كما ترى يا أخي فهذا الموقع إعلاناته متجددة. والآن نمر إلى إثبات السحب يا أخي، كما نضغط على طلب السحب كما ترى هنا. نذهب الآن إلى الباي لكي نرى، كما ترى لدينا في الباي الخاص بنا 31 روبل كما ترى. نضغط هنا على الباير ضغطتين، ثم نضع الأدرس الخاصة بنا، نرى كما عندنا، ثم كلمة كود بين. كود بين سهل تضعه في الإعدادات يا أخي، ثم نضغط على طلب الدفع. سوف نرى هل سيدفع لنا أم لا. هذا الموقع فأول سحب له معكم يا أخي، لكي نعمل ريلود للصفحة كما ترى يا أخي. لقد أرسل لنا هذه هي المعاملة كما ترى، لقد أرسلها الآن. وهنا يا أخي نصل إلى نهاية درسنا.